J'aime bien. J'espère qu'on va remplacer Turbo d'ici quelques temps. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حصادي الليلة، نستهله بالعناوين. الجزائريون ينتقدون تصريحات الرئيس الفرنسي المستفزة، والخارجية ترى ندعابة لا يجب أن تخرج عن روح الدبلوماسية. عمار سعيدان يجدد دعم الأفلام للرئيس بوتفليقة من باتنا، والأفافاس يرى أن الانتخابات الرئاسية ستكون مغلقة. نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية تحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة شمال الصحراء وطرق مقطوعة غرب الوطن بسبب الثلوج. وفي الحصاد تتابعون، فنان من مستغانم يبدع في تشكيل لوحات مذهلة بقشور البيض. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان. إذن البداية مع الضجة التي أحدثتها الأغنية التي أصدرها مغني الراب المعروف لطفي دوبل كانو، والتي تحدث فيها أو تحكم فيها عن الوزير الأول وعن مجموعة من الوزراء، كذلك عن وضع السياسي والاجتماعي في البلد. عودة إذن هذا النوع من الأغاني التي تستهدف إذن وتنتقد الوضع السياسي في البلد قبل الانتخابات المزمع تنظيمها في الربيع القادم. إذن للحديث حول هذا الموضوع يلتحق بنا عبر الهاتف من فرنسا مغني الراب لطفي دوبل كانو. مرحبا بك لطفي. السلام عليكم أخي، شراك لاباس؟ الحمد لله، كيف الأحوال لطفي؟ والله الحمد لله، بارك الله فيك. إذن لطفي، الحديث كما قلنا عن هذه الأغنية بالذات، هذه الأغنية التي يعني تطرقت فيها للوضع السياسي في البلاد، الوضع الاجتماعي، وكذلك تحدث عن خرجات الوزير الأول عبد الملك سلال، يعني ضجة كبيرة حول هذه الأغنية. انطباعك الأول بعد هذه الضجة؟ أولا أخيرا نظن أنه مثل هذه الأغاني والمواضيع كما الكاريكاتير، كما المقالات في الجريدة، كما يعني كما نشوفوا يعني لي روبورتاج في التيلي، هذه تعتبر بارومتر الديمقراطية في البلاد. يعني كل ما تكون يعني تعبر أكثر عن يعني معاناة الشعب ولا عن حالة الشعب ولا عن نقد مسؤولين، كل ما يعني هذا دليل أنه يعني أنه انفتاح نحو الديمقراطية حيكون كبير. لأنه في الدول وإن كانت ديكتاتورية كما في وقت بن علي، ولكن ما بعض الدول اللي مازالت يعني الحكم الملكي مازال مسيطر يعني ترفض هذا النقد. إحنا الحمد لله في بلادنا يعني عندنا يعني تقول بين قوسين مسؤولين يعني يقبلوا النقد ويقبلوا يعني رغم عنهم، لأنه يعني صاير انفتاح. والجزائر الحمد لله يعني راهي تعرف كل خطره خطوات نحو الديمقراطيه. بالنسبه يعني الاغنيه بحد ذاتها انا يعني لا تختلف عن المواضيع اللي درتهم منذ بديت يعني الكاريير تاعي، دونك ما فهمتش وعلاه المره دي دارت ضجه كبيره. يعني هذا سؤال مطروح، لانه الاغنيه انا حطيتها البارح في الليل يعني فير 8 9 هكاك، ما فهمتش كيفاه اليوم كما قلت انت يعني خلقت ضجه في الشارع الجزائري. نعم لطفي، فقط اختيار الأغنية لماذا جاء يعني في هذا الوقت بالذات؟ وأيضا هل صحيح أنك قدمت اعتذار رسمي للوزير الأول عبد الملك سلال؟ لا ما قدمتش اعتذار. أنا بالنسبة للسيد يعني عبد الملك سلال يعني أنا أقول أني لم أنتقد الشخص في حد ذاته، لأنه الشخص في حد ذاته أنا نعرفه من قبل يعني ما يكون وزير أول، كنا نتبعوا أخباره ومعروف أنه ما هوش إنسان يعني داخل في الزافيرات المشبوهة، ولا يعني معروف إنسان يديه نضاف. أما إحنا انتقدنا يعني المنصب تاع وزير الأول، لأنه الوزير الأول لازم يكون عنده هيبة كاريزم، لازم يكون عنده قوة الكلام، فصاحة في اللسان، قوة في الأفكار في التعبير، فهو اختار يعني أسلوب آخر، أسلوب يعني قريب بزاف يعني للطبقة الشعبية بألفاظ يعني لا تعكس يعني كما فد هيبة الجزائر، خاصة في يعني الاجتماعات الدولية ولا العالمية العربية. دونك احنا لم انتقد الشخص في حد ذاته، ولا دخلت في حياته الشخصية ولا في أفكاره، ولا احنا انتقدنا كما قلتي بعض الأفكار، بالإضافة انه ما كانش قدس، راهي عبارة عن كاريكاتير فهمت بأغنية، يعني ما كانش حسن نية
شخص الله يربي ما كانش يعني خبط في النية، ما كانش يعني بالعكس كان حسن نية انه ننتقد شخص على اساس انه ديجا يحب يضحك ويحب كما يقول المصري يحب يهزر، دونك احنا انتقدناه بطريقة كاريكاتورية. فوالا هذه هي السؤال الاول نسيته بصح. السؤال الاول يعني لماذا كان اختيار الاغنية في هذا الوقت بالذات؟ والله يعني في الوقت صدفة، يعني انا شفت عدة فيديوهات يعني على الكلام واللي شوكاتني يعني كما نقولوا شوكاتني يعني فعل بالعربيه معليش، اللي شوكاتني هي لما يعني دخل في اسماء وصفات الله سبحانه وتعالى لما قال انه ربي سبحانه استغفر الله ربي داير دي جمال، فهمت؟ فهذه ثم داخله في العقيده تاع العبد، يعني لا نشبه ولا يعني نمثل ولا نجسد، ثم فهمت وكان قاعده فقهيه يقول لك اللي يخطئ في العلن لازم النصيحه توجه في العلن، دونك وعم بالنا هي ربما تكون زلت لسان ربما تكون كذا، ولكن انا حبيت فوالا لما غاضتني قلت لازم نحكي عليها. بالاضافه الى قلت لك جايه على شكل كاريكاتير، يعني ماهيش قذف ولا عن حقد، لا بالعكس احنا نعم لطفي يعني البلاد يعني تكون بخير، هذا هو بشنا يعني مزين الريب ورا. نعم هو كذلك لطفي. البعض قال انه الألفاظ التي استعملتها في الأغنية الأخيرة كانت جارحة نوعا ما، وكذلك البعض قال أنك كنت يعني مأجور من خلال هذه الأغنية ومدفوع من قبل أطراف، ما هو ردك؟ بالنسبة للألفاظ جارحة ربما نقدر نقول لك صح، أنا أعترف أن الألفاظ كانت يعني الله أعلم كانت جارحة، أنا ما عدتش نقدر يا أخي قوتي في الكلام ما عدتش نقدر نتحكم فيها، ربما بعد الكلام انا يبان لي بسيط بس كي يطيح في اذان يعني تاع الناس بالك يظهروا هذا كلام قاصح، هذه ما تتقالش، هذه ثم راهي تجرح الانسان كون يسمعها، عاديك انا ما نحبش، انا اخلاقي وتربيتي وديني ما يسمحليش اني نجرح انسان يعني نقيسه في الجوارح وين يعود مسكين يظن اني انا نسب فيه، هذه ما نقبلهاش لنفسي خلاص، يعني انا عاديك انا قدام ربي سبحانه وانا نستغفر وكما يقولوا انا ما نحبش نجرح انسان، يعني هذه ما نحبش نوصل لها، حبيت جوست ندير حاجه كاريكاتير اللي كما قلت لك عن حسن نيه ماهيش عن خبث. ديما ننسى سؤال تاني يا ربي نسيت والله. قلت هل لطفي، هناك من قال ان لطفي مدفوع من قبل اطراف معينه لاداء هذه الاغنيه بهذه الكلمات؟ والله يا اخي هذه قضيه بيني وبين ربي سبحانه، انا يعني كما نقول ماشني حم نجيب الدلائل وحاجه، انا واحد ما خلصني وحتى الاغنيه يعني حطيناها هكاك في انترنت ويعني ماهيش عن تجربها، وواحد ما بالعكس كيف قلت لك مبادئي ما تسمحليش انه انسان يشيريني باش نقول كلام معين، لا بالعكس انا يعني ما نقبلهمش، هذو مش هم من مبادئي خلاص، خاصه انها في حق شخص واحد اخر يعني لو ما كنتش مقتنع بها وما كنتش نديرها. فوالا. نعم في الأخير فقط لطفي دوبلكان، وأنت متواجد بفرنسا، يعني بعد الضجة الأخيرة التي يعني تم الحديث عن تهكم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن الجزائريين، وأنت على ما أظن مطلع بهذا الموضوع، يعني وأنت في قلب فرنسا ما هو ردك على الرئيس الفرنسي؟ شوف يا اخي طبعا هذه كما نقولوا احنا يعني فرنسا لم نثق فيها يعني منذ كانت استعمار الجزائر، يعني هذه الدوله لا تحب الجزائر الا لمصلحتها، وهذه الامور اللي يحضروهم استفزاز وسخريه لدوله اعظم منها، والله هذا هو البروبليم. بس الشيء اللي غيرني تسمح لي نقول على لكن الناس الاخرين ما يهضروهاش، حاولوا علاه اللوم احنا مثلا وزير اول كيما سلال، وعلاه ما كانش رد شديد للدوله الجزائريه في مواقف كيما، وعلاش ما توقفش الجزائر وتعذر تقول لا عيب عليك يا سي فرانسوا هولاند، انت ديجا في فرنسا واحد ما بقى يحبك ومين يعدي يضربوه بالبطاطا والخبز، دونك هذا هو على اللوم، وحنا ما نلوموش الاشخاص نلومو المواقف، حبينا ناس تعبر فريمون عن هذا الغضب اللي في قلب الشعب، كما قلت كما تصريحات هذا الفرنسوا هولاند اللي يهضر على شخص كيما هكا اللي هو اصلا في بلاده يا ربي يبقى حي ديجا ما بقاش لهنا في لي سيتي في فرنسا ما بقاش يدور وما بقاش يسمعوا بهم خلاص، بالعكس راه ولا يعني سخريه كبيره امام العالم باسره. نعم إذا شكرا جزيلا لك لطفي دوبل كانون، كنت معنا من فرنسا، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك.
إذن وفي أول رد رسمي على تهكم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على الوضع الأمني بالجزائر، اعتبر وزير شؤون الخارجية رمطال عمران هذه الحادثة والتي أثارت استياء الجزائريين وإن كانت تتسم بروح الدعابة إلى أنها لابد أن لا تخرج عن روح الدبلوماسية. هشام شريف رصد هذا التصريح. La perception que les Algériens d'Algérie, de France et d'ailleurs ont eu de cet incident est clairement qu'il s'agit d'une moins-value par rapport à l'esprit qui enveloppe nos relations et par rapport à la réalité de ce que les délégations françaises et autres peuvent constater de ce qu'est la situation en Algérie. Lorsqu'il s'exprime avec élégance, avec mesure, et qu'il introduit de la décontraction dans cet art souvent austère qu'est la pratique de la diplomatie. وفي ذات السياق عبر وزير الشؤون الخارجية عن أمله في ألا تنتهي سنة 2013 بنقطة سوداء في العلاقات الجزائرية الفرنسية. Nous avions terminé l'année 2012 sur le succès éclatant de la visite d'État de M. François Hollande en Algérie. L'année 2013 n'est pas encore terminée. Nous ne souhaitons pas la terminer sur une mauvaise note. Et nous souhaitons donc que nous puissions trouver dans les jours qui nous séparent de la fin de l'année un moyen de tourner la page de cet incident regrettable. وقد أبدى عدد كبير من الجزائريين عن استيائهم من المزحة التي أطلقها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في كلمته التي ألقاها أمام المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسه، عندما قال مخاطبا وزير داخليته مانويل فالس: لقد عدت سالما معافى من الجزائر. وردة قشيش رصدت بعضا من تصريحات الجزائريين. C'est leur droit de dire n'importe quoi. Bien sûr, ils ont raison de dire n'importe quoi. Du moment que l'image du pays, c'est ça, c'est la réalité. Il faut voir de près comment les étrangers voient l'Algérie. Ils la voient d'une manière belle l'Algérie, qu'il y a un parce que on n'a jamais soigné l'image de l'Algérie à l'étranger. Pour les Algériens, normalement, ils sont aqlin binatom. يكونوا ساج مالغري كيكون واحد يدير حاجه زعما تشعل النار يكونوا عاقلين بيناتهم يمشوا كالم وخلاص. وبدوره استنكر ممثل الجاليه الجزائريه بفرنسا محمد صغور كذلك تصريحات هولاند معتبرا اياها اهانه للجزائر بلدا وشعبا. Cet comportement, c'est pas un comportement d'un président de la République française. Comparable les deux agressions qui étaient faites contre l'Algérie. Le mois dernier, au mois de novembre, à la souveraineté nationale, le drapeau algérien qui était tombé aux mains des Marocains au niveau de l'ambassade et tout, c'est une agression contre la souveraineté nationale. L'agression au mois de décembre, le verbal du président de la République française, واقتصاديا وعسكريا. كما أكد صغور أن الجزائر قوية دائما على كل المستويات سياسيا اقتصاديا وعسكريا ودبلوماسيا، حيث أثبتت وجودها خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الوزير الأول الفرنسي جون ماركايرو لبحث سبل تغطية عجز فرنسا الاقتصادية. الحقيقة أنها العلاقات إلى فيها إن جروند با على فيزيت دو هولاند لاني دارنيير. Ça a été une grande réussite. Et soudain, la France trouve le Jazeera toujours de la vaïfa, ou en a de Kulma de demander à faire n'importe quelle chose, il sera là à sa disposition et tout. Ou l'homme, alhamdoulilah, l'Algérie, il y a des rizal, comme la dernière fois, j'ai insisté les contrats, les exigences.